نتكلم الآن عن موضوع الاختبار. حول population proportion لما يكون عندي alternative two-sided two-tailed alternative، يعني يكون P لا تساوي P not. ففي الطريقة العادية ممكن نعملها نحسب الـ critical values ونحسب قيمة التست statistics ونشوف نقارنها باللي هو two tails هذول أو two critical values. إذا كانت يعني بينهم نقدرش نرفض النال hypothesis، إذا كانت على اليمين أو على اليسار بنرفض النال hypothesis. إذا قيمة التست statistic كانت على اليمين، على يمين الكريتيكال فاليو اللي موجودة على اليمين اللي هي عادة بتكون زي ألفا على 2، فمعناه إنه قيمة تست ستاتستيك أو البوينت أستيميت للبي أكبر بكتير من بي نوت، فبالتالي هذا بدل على إنه هذه الفرضية مرفوضة. ولو كانت قيمة البي هات هذه أقل بكتير من بي نوت، يعني جاي على اليسار، أو أقل من سالب زي ألفا على 2، فبنرفض، لأنه بكون نرفض يعني النال هايبوثيسيس، لأنه بكون في الحالة هذه قيمة البي هات كتيرة بشكل كافي عن اللي هو بي نوت، بعيد عنها جهة اليسار. فالطريقة الثانية أنه نعمل فترة الثقة، لأنه نفس الحسابات، نعمل فترة الثقة بالنسبة للبي هان زي ما خدناها قبل. فإذا كانت قيمة الـ P نود موجودة في فترة الثقة لا نستطيع رفض H نود. إذا كانت الـ P نود هذه خارجة عن فترة الثقة فبنرفض H نود، نرفض النال هايبوثيسيس. خلينا نشوف إذا في مثال هان. فبقول هان في 2006 10.5% of all live bears in the United States were to mothers under 20 years of age. يعني 10.5% من المواليد في الولايات المتحدة في سنة 2006 كانت أمهاتهم تحت العشرين سنة. A sociologist باحث اجتماعي claims يزعم that bears to mothers under 20 years of age is decreasing. Decreasing يعني قلت النسبة هذه، فبالتالي عندنا في فرضيتين عن نسبة الأمهات اللي بيكونوا أقل من 20 سنة وبيخلفوا. النسبة كانت في سنة 2006 10.5%، فهذا بيعطينا النال هايبوثيسيس، بقول إنه P بتساوي اللي هو 0.105. الالترناتيف هايبوثيسيس بيقول decreasing، فبكون اقل من، اذا هان بكون العدد اقل من. طبعا لاحظوا هان انه هذا المثال بيكون عندنا السامبل سايز قليل، يعني الشرط اللي هو ال n في بي نود في 1 ناقص بي نود اكبر بيساوي 10 مش صحيح، فبالتالي بنشتغل في هان شغل يدوي. طبعا الحل انه عشان تظبط الامور انه الواحد يزيد حجم العينه. إذن هان هو بيقول انه السوسيولوجيست هذه she conducts a simple random sample of 34 pairs، يعني عملت عينه انها راحت مثلا على المستشفى وسالت او طلعت على 34 حاله ولاده، وشاف كم واحدة من هدول الأمهات الوالدات قديش كم واحدة منهم كان عمرها أقل من 20 سنة، فلقى من 34 أم لقى 3 فقط أقل من 20 سنة. هذا المثال ممكن تعمله مشروع زيه زي أنتوا حابين. فبقول هان تست سوسيولوجيست كليم، يعني نختبر الزعم أو الادعاء للسوسيولوجيست انه النسبة هذه قلت at the alpha بتساوي 0.01 level of significance. طبعا اذا فهمنا الالترناتيف هايبوثيسيس بيكون اللي هو الليفت سايد تيست او الليفت تيل
تيست لأنه decreasing أقل من، فبالتالي الكريتيكال بوينت الكريتيكال فاليو تكون على الجهة اليسار. بس خلينا نكمل الآن. هان لو حسبنا هذه ال N في P نود في 1 ناقص P نود بنلاقيه أقل من 10، فممكن هذا نشوفه هان على في R نفسها، فعندنا نفسه ال N هان 34 ضرب P نود اللي هو 0.105 ضرب 1 ناقص نفس العدد اللي حطيناه 105 هيك بالشكل هذا، فنحسب هذا بنلاقيه 3، يعني نسبة قليلة جدا أقل من 10. فبالتالي منفعش نستخدم السنترال ليميت ثيوريم والطريقة اللي احنا عملناها في المثال السابق. فإيش بدنا نعمل هان؟ ممكن نحسب البي فاليو بالطريقة العادية فاليو، أو نحسب هو حساب البي فاليو بيشبه حساب ألفا ف يدويا يعني. إذا هان لقيناه هذا مش مظبوط الشرط، فبالتالي بنشتغل شغل يدوي. كيف الشغل اليدوي هان؟ يعني بنحسب البي فاليو، فبنحسب البي فاليو هان زين هاي شكل الاختبار النال هايبوثيسيس هاي شكلها، وهذا الالترناتيف هايبوثيسيس، فلقينا هذا اقل من 10. فبنحسب البي فاليو، البي فاليو اكس اللي هي ريبريزنت ذا نمبر اوف لايف بيرز ان ذا يونايتد ستيتس تو ماذرز اندر 20 ييرز اوف ايج. فاكس هذه اللي هو عدد الاطفال المولودين لامهات اعمارهم اقل من 20 سنة طبعا في الولايات المتحدة. فقيمة X من العينة اللي هي عددها 34 لقيناها 3 فقط، ففي 3 successes in 9 in N equals 34 trials. فبالتالي البي عدد السكسس على حجم العينة بيطلع تقريبا 1 من 100 أو يعني 88 من 1000. فبنشوف الآن قيمة البي فاليو، قيمة البي فاليو بتساوي احتمال. الآن التست ستاتستيك عندنا صار مختلف، اللي هو عدد السكسس فقط، لا بنحوله لنورمال ولا لستاندرد نورمال، لأنه الشروط التحويل اللي بتتعلق بالسنترال ليميت ثيوريم مش متوفرة هان. فبنقول هان probability of x أقل بتساوي 3 assuming، دائما طبعا لما بنحسب البي فاليو أو حتى احتمال خطأ من النوع الأول بنفترض إنه البي النال هايبوثيسيس صحيح. فإيش يعني صحيح؟ يعني البي بالضبط بتساوي 0.105 بالشكل هذا. فبنحسب إن إكس أقل بتساوي 3، ليش ما عملناهاش أكبر أو إشي تاني؟ أقل بتساوي 3 لأنه الالترناتيف هايبوثيسيس أقل، فهي بتاخد نفس الاتجاه، إذا أقل أو بتساوي 3، يعني هذه القيمة الفعلية تبعت التست الستاتستيك هي بتساوي 3. فايش احتمال انه فعلا تطلع لنا 3 او اقل منها assuming p بتساوي الكلام هذا؟ فطبعا بنحسب احتمال x بتساوي 0 زائد احتمال x بتساوي 1 زائد احتمال x بتساوي 2 زائد احتمال x بتساوي 3، بتطلع حوالي يعني بتطلع تقريبا 51 من 100. طبعا بالنسبه للx binomial فممكن احنا نحسبها، يعني ممكن نحسبها باستخدام R بالنسبة لأنه نحسب اللي هو B binomial هان، أو خلينا نحسب D binomial عند صفر، لكن البينوميال هذا قديش فيه احتمال السكسس اللي هو 3 على خلينا نعملها هيك نشوف مش راح تطلع. خلينا نحسب اللي هو البي هان بتساوي زين هان، نحط الاكس والسايز والبروبابيليتي. زين الاكس هان اللي هي الاحتمال، حاجة بدنا نجيبها صفر
اكس بتساوي صفر، بعدين واحد، بعدين اثنين، بعدين ثلاثة. السايز اللي هو 34. ايش احتمال السكسس هان بالنسبة لهذا الباينوميال اللي هو 0.105 بشكل هذا؟ فهذا ممكن احنا نحسب هاي واحدة لحالها، لكن نحسب هذا كله لعدة قيم. ممكن يعني انا بعملها بشكل يعني سريع، لكن ممكن نرتبها اكتر من هيك. هاي صفر وواحد واثنين وهي ثلاثة، فبنحط هان ثلاثة، هان ثلاثة. طبعا هذه احتمال انه الباينوميال ياخد قيمة، فبالتالي الدنسيتي تبعته، هذه الدي يعني الدنسيتي، سوري هذه واحد وهذه اثنين، فبالشكل هذا. فبنجمعهم هذولا هي قيمة البي فاليو، وفعلا بتطلع 51%. فالواحد وخمسين مية أكتر بكتير من ألفا اللي هي 5%، فبنقدرش إحنا نرفض النل هايبوثيسس، لأنه بكون احتمال إنه نعمل خطأ بكون عالي جدا. طبعا بالنسبة لهذول في عنا يعني اللي هي البي باينوميال، البي هان معناها density، الكوميلاتيف density function سي دي اف، فبحسب لنا المساحة على يسار نقطة تحت المنحنى بالنسبة للنورمال، لأنه هان ما فيش مساحة تحت منحنى، بحسب مساحة مربعات بالنسبة للباينوميال لأنه ديسكريت. وفي كمان عنا اللي هي اللي بسموها الدي باينوميال أو نورم أو أي توزيع، فهذه قيمة الدنسيتي فانكشن عند النقطة اللي أنا بدي أحطها. بعدين هذه الكوانتايل اللي هو النقطة بدلالة مساحة على يسارها، فهذه الشغلات هي اللي إحنا عادة بنستخدمها. فبالتالي هان زن هان حسبت حسابي هذه وطلعت البي فاليو مقارنة بألفا، فبقدرش أرفض النل هايبوثيسيس. بعد هيك إن شاء الله راح ناخد المين في فيديو لحاله إن شاء الله تعالى.